حياكم الله مشاهدينا الكرام. نعم، نذهب إلى الأهواز ومنها المشترك حبيب النصاري. القصيدة اللي راح أقراها بمرحلة ثانية للتراث هي من أشعار من تراث المحمرة، أشعار المرحوم الإسماعيل الفيصلي وألحان المرحوم الحاج سلسبيل الفيصلي، وهي اللحنها هذا الموجود، وساعدوني المدربين على اللحن. يا الله، سلام عليكم. عليكم السلام. المتسابق حبيب النصاري من محافظة الأهواز مدينة عبادان، العمر 23 سنة. القصيدة من تراث الأهواز مدينة المحمرة للشاعر المرحوم ملا إسماعيل الفيصلي، ومن ألحان المرحوم الحاج سلسبيل الفيصلي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم أويلي من اللي فات ليالي، أويلي من اللي فات ليالي، للأكبر شعبي شيديها تقل لأمك يا بعد أمك ما تقعد تحاجيها، تقل لأمك يا بعد أمك ما تقعد تحاجيها، بعد شت أمل خلافك، بعد شت أمل خلافك، يا عقلي ويا نظر عيني يا هو اللي ينهض بحملي ويا هو اللي يحاميني، ردتك للقبر يا ابني، ردتك للقبر يا ابني، عالم تونك توديني شلون البين خلاني أنوح حذاك تاليها، يا ابن الولد يا ابني ويا ابن الولد يا ابني ويا ابن الولد يا ابني ويا ابن الولد يا ابني، تمنيت العمر يا ابني، تمنيت العمر يا ابني يطولي وكون أشوفنك عريس ويزفونك عمامك وأنا حضرنك، ما ظنيت ما ظنيت ما ظنيت يا وحيد نصيبي ينقطع منك، أشوف بعيني جفوفك من دمومك محنيها، يا ابن الولد يا ابني دول ابني زيماني بيك، دول ابني ويا ابن الولد يا ابني يا ابني. أحسنت أحسنت، بارك الله بيك. الله يحفظك. أحسنت أحسنت يا عزيزي. أحسنت أحسنت، بارك الله بيك. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. نعم دكتور دغاغلة، تفضل. حياكم الله من الحبيب. احسنت احسنت عزيزي، اداء متقن وخذيتنا باجواء الاهواز، والله يرحم ملا سلسبيل الفيصلي، والله يرحم ملا اسماعيل الفيصلي شاعر القصيده، والله يرحم والديك. الله والديك، والله يتقبل ميزان حسناتك ان شاء الله. اداء رائع، احسنت. بس اللطم احنا هذا اذا نسمع بالاهواز نلطم من الاربع ازمنه اثنين، هنا رافقك اللطم عن الطريقه العراقيه. صحيح، وما يفرق، هو الملتزمين يعني بالايقاع. احسنت، شكرا جزيلا. ابو زكريا تفضلوا. حياك الله سيدنا، شكرا جزيلا لك، وشكرا لملا حبيب. الله يحفظك. الله يا عزيزي. الله يحفظك. ما شاء الله صوته جميل ملا حبيب. الله يعزك. صوته شجي ومتمكن وطبقته حلوه، استقراراته ركوزه، واداءه كان حماسي وفيه تفاعل، فيه احساس، ايقاع متزن، وسوى بعض الحركات الصوتيه، بعض الزخارف في وسط الجمله وفي اخر الجمله كانت جميله واعطت احساس للجمله، كنت رائعا. احسنت، الله يبارك بك يا حبيبي. شكرا جزيلا. نعم ابو الحسنين تفضل. حبيبي حسنين، حبيب ما شاء الله عليه ادى اداء رائع،
القصيدة قد على قد اللحن، العرب بتاعته سليمة 100%، ماسك المقام مسلطن من ساعة ما قال من البداية لغاية النهاية. أحييك حبيب، وإن شاء الله تكون المرحلة اللي جاية حبيب وحبيب وحبيب حبيب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا، موفق إن شاء الله حبيبي. حياك الله ملا. الحمد لله اللي قدرت أغراء القصيدة بطريقة مميزة، وخذيت تصويت الزين من لجنة الحكم وقالوا لي بأن حلو كان الأداء والقراءة والحمد لله. هو التراث يمثل صوت الحسين يعني، ويمثلنا إحنا، تراثنا هو تراث محافظتنا، ولازم نقتدي بهذا التراث ولازم نحافظ على هذا التراث. إحنا والجيل بعدنا اللي لازم نعرفه على هذا التراث، لأن لازم نعيش ويا هذا التراث. إحنا هو هذا الأصل.